وفي الجنة مسرب حالي اللي شافوا يتمنى قال موسى يعمل قهار قال من جعلتي هالتقصير اجعلتي لي امشي اور واش رسول قبل منك قالوا جارك هذا في جنة الخلاد اتبشر سيدنا موسى بالسعادة راح يشوفوا يتهنى قال موسى يا رافع السماوات واش هذا عبدك باقي بالحياة بغيت نضرب العوينات عاد نشوفو نتهناو استجب ليه القهار قال له موسى بات الارض ميسر تما تلقى جزار هذاك جارك في الجنة بات سيدنا موسى وصار يسقسي حتى تلقى جزار الحي بحسن يبيع ويشري قال موسى الكزارة وهنا اتكلم موسى بحدا طلبوا طيف الله انتقل الكزار ونادى يا طيف الله مرحبا الساعي اللي جاي يسأل يقول لي الكزار الله يسهل وحار سيدنا موسى وتهول ودام استاذ فلاو المخ اللي طح من العظام ويجمع الكزار ويلم من اللي سال وقد الحم يا ضيف الله يلا بينا يا ضيف الله قرب ليا خاف يدو الكزار وداو وحتى وصل هو ويا شحال حتى وصلناو اجبد البرما يا الخوان دار فيها بخاف خفان وبسم نطيبهم مزيان سيدنا موسى يتمنى سيدنا موسى نبي الله وطن هذاك عشاق انتقل الجزار ونادى يا طيف الله لا تمنى يا طيب لا اصبر شوية صبر عقلك وتهيا وحتى تاتيك بسمية من عذر في مولانا وهز عينه بالسقاف أبان وليجوش فم ونزل منهم وحدة بالخاف فيها مراشي جانية وفي عمرها كادا من سنين كبيرة مسكينة ولا دلين واغسلها مرض الوالدين قوتها جيعان كانت حمدة الرؤوف وسيدنا موسى جالس ويشوف بس وخطاب الصوف قاتلوا عجلان قاتلوا يا وليدي يا وليدي عافاك وعدك مساء أباك وتويتنا كبيا وبإحسانا قال لي يا محبوبة قال لي يا محبوبة قارنا دار لكم النوبة وطلب من ربي قبل توبة قال عبد كانت رجيا قالت له يا وليدي الحنين الله يمشيك من الجحيم وتكون جار الكليم سيدنا موسى نبي الله قطعه ونزل فواق تاوى طعمو سقا وعلى مهمتو سمساق واش كالتو لعنه وكلتينا يا وليدي الحنين والله يجعلك من المحسنين حسن بينا يا وليدي تقال حسان وكما تهدي الدودان طلبوا عليك الرحمن تكون جار سيدنا موسى نبينا قال لي سيدنا موسى بوش راجي تنهنيك ونفذ دعوة والديك خبر امك مع ابيك قل لي موسى هنا نفذ فيه الجزار مدهون سيدي واش تقول
وش موسى بالمقول ولا تكذب عنا قال لي حاجتنا بما يكذب ابنا بما يكذب ابنا بما يكذب انا موسى بالعجب يا مرت المهمة والاب ستقر باللهن والحمد لله والشكر لا لا كاسقام النهر سدى
بسرك تما Okay.